محاضرة قيمة ولقاء شيق اشترك فيه الشيخ أبي إسحاق الحوين والشيخ محمد حسن. والآن مع المحاضرة. نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فلله تبارك وتعالى على العبد عبودية في كل سكنة وحركة، ولا ينفك المرء عن أن يكون عبدا، إما مختارا وإما رغم أنفه. أما رغم أنفه فإنه لا يستطيع أن يدفع المصائب التي قدرها الله تبارك وتعالى عليه، وهذه العبودية تشمل الكائنات جميعا، كما قال تبارك وتعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. فهذه هي العبودية العامة التي لا تنفك عن أحد من الكائنات مطلقا. أما العبودية الخاصة، وهي العبودية التي يحبها ربنا تبارك وتعالى ويمدح المتلبس بها، فهي عبودية الاختيار ألا تفعل شيئا إلا إذا كان مأذونا لك فيه. كثير من الناس بكل أسف إذا أراد الواحد منهم أن يفرح فإنه يعصي الله تبارك وتعالى بنعمة، فإنه أنعم عليه بالمال فإذا به يستعمل هذا المال في معصية الله عز وجل، فيذهب إلى النوادي وتعز بقى الموسيقى ويأتون بالراقصات ويكون هناك الاختلاط، وكل هذا حرمه الله تبارك وتعالى. ينبغي على العبد إذا تلبس بفرح أن يحمد الله تبارك وتعالى على ما أنعم به عليه، فإن من علامة الخذلان بل من علامة اللؤم أن تعصي الله عز وجل بما أنعم عليك به. نحن أيها الإخوة، ونحن نعيش هذه الأيام أياما سوداء حالكة السواد، إذ أن الغزو الأمريكي الصليبي لدولة العراق على أشده منذ نحو أسبوع، وتنظر في جنبات الأرض فلا تجد رجلا يستطيع أن يفعل شيئا ما، حتى الكلام ناعم وكلام دبلوماسي كما يقال، وكل الذي تطالب به الأنظمة العربية كلها بكل أسف هو ألا يطول أمد الحرب، وكل ما يستطيعونه أن يقدموا المساعدات التي يسمونها بالمساعدات الإنسانية، لا يستطيع أن يمنع المعتدي أن يعتدي على أخيه أو على شقيقه، المسألة كلها يقول له اضربه والشاش عليه والمرهم عليه. طيب كيف تسمح له أن يضرب المسلمين في العراق بقنابل النضال وبالقنابل العنقودية، ما نسمعه كل يوم بكل أسف يجعل اللقمة مرة في فم الأحرار. هل هذه الأمة الكبيرة التي يصل تعدادها إلى 1.5 مليار ويمتدون في جنبات الأرض، هل كلهم عاجزون عن اتخاذ قرار أو اتخاذ أي شيء فعال يشعر المسلمين في جنبات الأرض أن لهم وجودا وكيانا؟ الحقيقة يا إخواننا، هذه المحنة التي نعانيها الآن هي محنة ثمرت الفشل الذريع للجماهير التي لا تعرف لماذا تتزوج. لماذا نتزوج؟ نتزوج لكي يخرج من أصلابنا رجال يوحدون الله تبارك وتعالى، كما قال المغيرة بن شعبة لترجمان كسرى:
على ما رواه البخاري، وهذه الكلمة تعجبني كثيرا جدا، وأشعر وأنا أقراها بالعز والفخار، وأشعر أيضا في مقابلها بالذل والعار لما آل إليه حال المسلمين الآن. لما خرج ترجمان كسرى يسأل جيش عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والذي كان يقوده النعمان بن مقرن، خرج يقول له: ما أنتم؟ فانبرى المتحدث باسم هذا الجيش وهو المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، فقال: إن الله عز وجل بعث فينا رسولا نعرف أباه وأمه، فأمرنا أن نوحد الله عز وجل لا نشرك به شيئا، وأمرنا بقتالكم، وأخبرنا أن من مات منا صار إلى جنة لم ير مثلها قط، وأن من بقي منا ملك رقابكم. إذن لما خرج المسلمون في قوافل الجهاد في سبيل الله، وهو جهاد الطلب الذي انتهى بكل أسف من ديار المسلمين، وما بقي إلا جهاد الدفع. الجهاد على نوعين: جهاد الدفع وهو إذا داهمك عدو في بلدك فإنك تدفع هذا العدو عن نفسك، أما جهاد الطلب وهو أن تغزو عدوك في عقر داره، ليس القصد أن تحتل داره ولا أن تأخذ يعني نساءه أو أبناءه رهائن، إنما القصد من جهاد الطلب هو نشر الإسلام. إذا أردنا أن ننشر الإسلام في بلد من البلدان، فإننا نقول لأهل البلد: إننا نريد أن ننشر الإسلام، فخلوا بيننا وبين الناس، ثم إن دخلتم في الإسلام كان لكم ما لنا وعليكم ما علينا، وإن أبيتم أن تسمحوا لنا بذلك قاتلناكم حتى لا تحجبوا الناس عن الهدى، وفرضنا الجزية عليكم، فإما أن يسلم وإما أن يبقى على دينه مختارا بشريطة أن يدفع الجزية. هذا النوع من الجهاد انتهى بكل أسف من ديار المسلمين جميعا، وما بقي إلا جهاد الدفع اللي هو كما قلت الآنفا: إذا داهمك عدو في ذلك أن تدفعه عن نفسك. فيقول المغيرة رضي الله عنه: إن من مات صار إلى جنة لم ير مثلها قط، وإن من عاش وإن من بقي ملك رقابكم. فالمسلم لا ينفك عن إحدى حالتين: إما أن يموت كريما، وإما أن يعيش سيدا، أما أن يعيش ذليلا، وأما أن يعيش على هامش الدنيا، فهذا لم يعرفه المسلمون قط. ما هو السبب في ذلك؟ أن الأمهات كل يوم يلدون لنا أقزاما، قامة أحدهم لا تتجاوز شراك نعله، بكل أسف ما يستطيع أن يرفع رأسه، ونحن كما قل أمة عزيزة تفردت في صناعة الرجال، لن نخرج من هذا الذل والعار الذي ضرب علينا وفرض علينا فرضا إلا إذا عرفنا لماذا نتزوج. نتزوج ليخرج من أصلابنا من يكون كالمغيرة، من يترجم كلام المغيرة: إما أن يموت كريما، وإما أن يعيش سيدا. أيها الإخوة، نحن نمر في هذه الأيام والأيام القادمة بمرحلة خطيرة جدا، والأجيال القادمة عليها عبء ثقيل، لأن هذا الغزو ليس غزوا لنفط العراق، وليس غزوا لموارد العراق، إنما هو غزو صليبي المقصود به الإسلام. وليس من الأمانة أن نوري في هذا المجال، بل لابد أن نصرح ولا نجمجم حتى نؤدي أمانة الله التي جعلها في رقاب أهل العلم: لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فإن الكتمان له عقوبة جسيمة لا تتحملها الأمم إذا غضب الله عز وجل عليها. الإسلام ده غزو صليبي لديار المسلمين، وقد صرح الرئيس الأمريكي بهذا تصريحا، لكن خرج المخذلون الطابور الخامس في ديار المسلمين يقولون إن الرجل كان منفعلا، وما كان يقصد يعني كلمة صليبية دي في الخطاب، إلا إن رموز الدولة بتاعته انهارت، فانهار
برج التجارة العالمي وهذا رمز المال، وانهار جزء كبير من وزارة الدفاع وهذا رمز القوة، فرجل يعني مصاب في رموز دولته، فتكلم كلاما منفعلا ولا يعرف هذا أو يعرف هذا ويخذل أن أي خطاب لأي رئيس دولة إنما يمر على لجان متعددة، يمر على اللجان السياسية واللجان الاقتصادية واللجان الاجتماعية، وكل خبير من خبراء هذه اللجان يبدي رأيه فيما يتعلق بتخصصه، لأن من المحتمل أن يقول رئيس الدولة كلاما يلزم الدولة بأعباء جديدة، فهو يقول له لا تستخدم هذه الكلمة واستخدم الكلمة الفلانية لأنها مطاطة، وإذا أدانك رجل تستطيع أنك أنت تخرج منها. فأي رئيس دولة لا يكتب يعني خطابه بنفسه ولا يرتجل الكلام ارتجالا، إنما يقرأ كلاما مكتوبا. فعندما يقول نحن نحارب تحت رايه الصليب فهذا كلام مقصود. وكما تعلمون جميعا إن إسرائيل ما زالت الخريطة معلقة على باب الكنيسة، حتى لما زار السادات الكنيسة لم يرفعوا هذه الخريطة، حتى من باب الدبلوماسية، حتى من باب أن الرجل أول لأول مرة رجل مصري أو رجل عربي يعني له منصب يطأ دولة إسرائيل، كان يعني حتى يشيلوا الخريطة حتى يخرج الرجل من الكنيسة، ومع ذلك لم يرفعوها. الخريطة بتقول من النيل إلى الفرات، لم يقولوا من الفرات للمغرب، لأن لا ليبيا تلزمه ولا تونس ولا الجزائر، المسألة كلها بقعة الشام المباركة ومصر. ليه؟ لأن الله عز وجل ما أرسل إلى الأرض رسولا إلا في هذه البقعة فقط، ما خرج رسول لرب العالمين أبدا عن هذه البقعة، بقعة الشام ومصر. طبعا سيناء هذه التي ناجى فيها موسى رب العالمين، وموسى هو نبي بني إسرائيل، وكذلك مصر كان فيها يوسف عليه السلام، وهو أيضا من أنبياء بني إسرائيل، فهي المسألة منحصرة في هذه البقعة كلها. فهذه بقعة الدنيا كلها بتتقاتل عليها، لأنها مباركة، بالذات بقعة الشام، لأنه قد وردت أحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بقعة الشام هذه بقعة مباركة، وهي التي تحدث فيها الملاحم الكبرى بين المسيح الدجال وبين المؤمنين وبين المخالفين وبين المهدي عليه السلام، وتقوم القيامة أيضا في هذه البقعة. فإذا هم عندما يتحركون يتحركون بعقيدة، فما الذي بقي لنا من العقيدة لنقاتل بها هؤلاء؟ إن الذي يقاتل لأجل التراب أو يقاتل لأجل العرض يمكن أن ينفسخ عزمه، إنما الذي يقاتل من أجل الاعتقاد فهذا إما أن يموت وإما أن ينتصر. فنحن في أمس الحاجة إلى تجديد معنى العقيدة في نفوس الناس. بيجن لما جاء في مقتل أنور السادات لبس الطاقية السوداء وأبى أن يركب، وكانت الجنازة يوم سبت، ونزل في فندق سونيستا في مصر الجديدة، وبين هذا الفندق وبين المنصة حوالي 3 كيلو، أبى الرجل أن يركب. ليه؟ لأن التوراة بتحرم عليه الركوب يوم السبت، مع أنه لما يمشي في الأرض يكلفنا نحن إجراءات أمن رهيبة. الدولة كانت بتمر بفترة حساسة جدا وخطيرة آنذاك، ومع ذلك ضرب عرض الحائط بكل احتياطات الأمن، ولما يعني شددوا عليه في الكلام هدد أن يرجع إلى بلده ولا يشهد الجنازة. ليه؟ لأن التوراة بتحرم عليه الركوب يوم السبت، فهو لا يخالف التوراة. إذا أراد أن يقرأ نصا من التوراة وهو بيخطب في الكنيسة يلبس الطاقية السوداء، لأن ده عندهم تقليد. طيب العمة البيضة بتاعتنا احنا بتاع المشايخ، اللي هي علامة على الدين وعلامة على الاحترام، ما قيمة هذه العمامة في بلادنا؟ انتوا طبعا عارفين مدرسة المشاغبين التي أفسدت التعليم وأفسدت الأجيال كلها وجعلت المدرس تحت نعل الطالب. في مقدمة المسرحية دي جايبين رجل معمم لابس جبة وقفطان ولابس عمة يرقص، أحسن واحد كان بيرقص في الجماعة اللي بيرقصوا. تخيل لما يكون رجل معمم والعمامة دي مش مجرد عمامة، دي رمز، زي ما انت بترفع علم الجمهورية، ده مش مجرد
قماش عمال يهفف في الهواء، انما ده عباره عن رمز زي الرايات اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعقدها في الجهاد. كانت الرايه تفضل مرفوعه ليتعلق الناس بالرايه، وكان سقوط الرايه كان مشكله كبيره. عشان كده عبد الله بن رواحه في مؤتة لما ضربوا ايده اللي مسك بها الرايه مسكها باليد الثانيه، لما ضربوا ايد الثانيه مسكها بعضده حتى لا تسقط الرايه، لان سقوط الرايه معناه سقوط الجيش كله. فالمساله اذا مش مساله قماش، دي مساله رمز. فالعمامة الموضوعة دي، العمامة دي عبارة عن رمز الديانة كلها. لما أنا أجيب هذه العمامة ومرمط بها الأرض وأضعها على رأس رجل عمال يرقص، ماذا بقي لنا إذن؟ وليس هذا فقط، والعمامة كل يوم في مهانة وكل يوم في ازدراء، وحتى يعني يصير الحال إلى امتهان العلماء وامتهان الدين. ده رجل إذا أراد أن يقرأ نصا من التوراة يوم يضع العمامة على رأسه، يضع الطاقية السوداء دي على رأسه. ليه؟ لأن ده في نوع من التبجيل ونوع من الاحترام إذا أراد أن يقرأ نصا. اليهود يتحركون بعقيدة، وأنا أحلف بالله غير حانف أن اليهود لن يسلموا القدس للمسلمين، ودعوة أن أمريكا بتقول أن سنة 2005 هنعمل دولة. طبعا 2005 الرجل اللي بيتكلم ده هيكون مشي من الحكم، وحيجي واحد تاني يقول لك 2010 و2015، ولن يسلموا القدس ابدا، ولن ترجع القدس الا بالجهاد. انما المفاوضات ده كله كلام فارغ، وهم يعلمون ذلك. لماذا اذا بيعت القضيه كلها كده؟ لاننا لا نتحرك باعتقاد. العقيده وتدريس العقيده هذه مساله في غايه الاهميه. جماعه اللي هم المتحمسون اللي كل يوم ينعون علينا ان احنا منشغلين بالعلم، وان يقول لك علم علم لحد امتى هذا العلم؟ المسلمين يضربون في كل مكان، ولا مانع عندهم ان يكون في صفوفهم الرافضي الذي يسب ابا بكر وعمر، والصوفي الذي يعتقد ان الارض يحملها اربعة من الاولياء ويدبر امور الخلائق اربعة، لا مانع ان يكون هذا في صفوفهم، ولا الحلولي ولا من يعتقد عقيدة الاتحاد ولا الجبر، لا مانع مطلقا. ليه؟ انهم يعتمدون على تجميع الافراد، وهؤلاء لا ينتصرون ابدا. وعندنا في افغانستان ايام الغزو السوفيتي لافغانستان عندنا عبرة، 13 جماعة من الجماعات او 13 راية من الرايات كانوا يقاتلون الروس، وبينهم خلاف شديد في الاعتقاد وفي المناهج. ما الذي حدث بعدما انتهى الغزو الروسي؟ الفصائل رجعت على بعضها وبدأت تتقاتل هذه الفصائل، وكنا نحلم بدولة إسلامية في أفغانستان، لكننا كنا نعرف سلفا أن هذه الدولة لن تقوم، وقلنا هذا الكلام في أيامها. وأنا وصلني رسائل ناس يلومون علينا، يقولون يعني كفى تخذيلا وكفى يعني ضرب للروح المعنوية، وإحنا بنتكلم بنقول إن لن تقوم دولة في أفغانستان بسبب إن الأطراف المجتمعة على حرب الروس لا يجمعها اعتقاد واحد. كانت إيه النتيجة؟ إنهم تقاتلوا ومنيت الدولة بهزائم متتالية. ولما ضرب العدو الصليبي الأمريكي أفغانستان كان الحسم بسبب قوات الشمال، قوات الشمال المناوئة لقوة طالبان دخلوا وغزوا وجعلوا الأمريكان يغزوا أفغانستان على أجساد إخوانهم في الدين والاعتقاد. ومعروف أن الحروب لا تحسم إلا بالبر، إنما بالجو لا، الجو لا يحسم حربا أبدا، إنما المعارك الحقيقية تكون على الأرض، لأن أنا بضرب من الجو عشان أسيطر على الأرض. الضرب من الجو يحدث خسائر لكنه لا يمكن عدو أبدا، بالذات في أفغانستان كلها جبال، ومهما أفرغوا كل القنابل على الجبال دي مسألة لا قيمة لها. من الذي حسم القضية في أفغانستان؟ قوات الشمال المتصارعة مع قوة طالبان، وانتهت القضية بسبب إيه؟ بسبب الخلاف في الاعتقاد. عشان كده دائما نقول كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. لا يمكن يجتمع هؤلاء جميعا وينتصروا على الأرض إلا إذا كانوا على عقيدة واحدة. إذا تدريس العقيدة ده ألف باء،
التمكين. من أراد أن يمكن له لابد أن يعرف كيف كان اعتقاد السلف، اعتقاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والاعتقاد الذي حمله عنه أصحابه الكرام رضي الله عنهم، الذين قاتلوا لتكون كلمة الله هي العليا. لهذا احنا بنلخص منهج أهل السنة والجماعة في هذه الكلمة المشهورة التي قالها أهل العلم، يقولون: الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. لأجل هذا يا إخوانا نحن في أمس الحاجة إلى أن ندرك هذه القضية. من كان متزوجا منا فليعبد ما يأتي من أولاده لله، ومن لم يتزوج فليبني بيته على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما كان عليه أصحابه الكرام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك للعروسين وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير. وقد جاءني زائرا عائدا سماحة الشيخ أبو أحمد شيخ محمد حسان جزاه الله خيرا، وجاءت المسألة على غير ميعاد، فإن كان الشيخ وصل إن كان يعني الشيخ وصل جزاه الله خيرا فليأتي حتى يعني يعني حتى يعظ إخواننا الجلوس بكلمة ويلهب يعني الحماس والنشاط في هذه الأرواح التي تتوق إلى معرفة أحكام الله تبارك وتعالى في مثل هذه المناسبات إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واختفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع إمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. وأسأل الله عز وجل العروسين أن يبارك لهما وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير. اللهم صب عليهما الخير صبا ولا تجعل عيشهما كبدا. اللهم اجعل السعادة فراشهما والهناء غطاءهما، وقدر بينهما الذرية الصالحة يا رب العالمين. أيها الأحبة، الداعية الصادق، أسأل الله أن نكون جميعا من الصادقين، هو الذي لا ينبغي أن يكون بموضوعاته وأطروحاته في جانب في الوقت الذي تكون فيه أمته بجراحها ومشكلاتها وأزماتها في جانب آخر، ولكنه يحاول جاهدا أن يستل جرثومة الداء، الداء الذي استشرى في جسد الأمة، ليحدد له الدواء من كتاب الله سبحانه ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم الصحب الأطهار الأخيار. فطالما بحت الأصوات أن الأمة لن تعود إلى مكانتها ولن تعود إليها كرامتها، استنى شوي الله يكرمك أخي، الأخ اللي بوزر استنى شوي اصبر شوي، لن تعود للأمة كرامتها ولا هيبتها إلا إذا عادت لتردد مع السابقين الصادقين الأولين قولتهم الخالدة: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. بكل أسف يجلس المفاوضون والزعماء والحكام وينظر المفكرون والأدباء والمثقفون تنظيرا باردا باهتا لا ينطلق البتة من ثوابت أصيلة من فهم لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا ما زلت ترى في هذه المحنة العاصفة أن كثيرا من المنظرين ممن يديرون بكل أسف دفة التوجيه والتربية في الأمة
ما زلت تسمع هؤلاء يرددون إلى الآن ألفاظا بشعة مثل الشرعية الدولية، هيئة الأمم، مجلس الأمن، الاتحاد الأوروبي، إلى آخر هذه الكلمات التي ما زالت تجسد بجلاء انهيار عقيدة الولاء والبراء، انهيار عقيدة الأمة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلقد ظهرت بجلاء لكل عاقل، لكل منصف، ظهرت تلك الأكذوبة الكبرى التي تعرف بمجلس الأمن أو بهيئة الأمم أو بالديمقراطية الغربية المشؤومة المزعومة التي حرصوا طوال السنوات الماضية أن يجعلوها سياسة حاكمة عامة في بلاد المسلمين، وحاولوا بشتى الطرق أن تظل القضية بعيدة عن الجهاد وعن ساحة العقيدة، حاولوا بشتى الطرق أن تظل القضية متداولة في هذه الهيئات والمنظمات، لأنهم يعلمون يقينا أنهم لا ينطلقون في حربهم للإسلام والمسلمين إلا من خلال العقيدة، ومن ثم فهم لا يريدون أبدا أن تواجه حربهم بحرب عقدية. فما تعلن الحرب الآن في العراق إلا تحت ستار العقيدة أو من منطلق العقيدة، وما أعلنت الحرب في الشيشان إلا من منطلق العقيدة، وما أعلنت الحرب في البوسنة إلا من منطلق العقيدة، وما أعلنت الحرب في فلسطين إلا من منطلق العقيدة. ليس هذا من عندي، بل إنها كلمات زعمائهم وحكامهم. لقد صرح الإرهابي الكبير مناحم بيجن وقال إننا نحارب إذا نحن موجودون، فإننا نعيش عالما لا يحترم إلا الأقوياء. ومن قبله صرح أول رئيس لوزراء دولة اليهود بن غوريون حينما أعلنت هذه الدولة، قال قد لا يكون لنا الحق في فلسطين من منظور سياسي. خلي بالك من الكلام، قد لا يكون لنا الحق في فلسطين من منظور سياسي، ولكن فلسطين حق لنا من منظور ديني عقدي، فهي أرض المعاد التي وعدنا الله إياها من النيل إلى الفرات. الملحمة الصربية التي أشعلت الحرب في البوسنة تقول كلمتها بالحرف الواحد: سلك المسلمون طريق الشيطان، دنسوا الأرض ملؤوها رجسا، فلنعد للأرض خصوبتها، ولنطهرها من تلك الأوساخ، ولنبصق على القرآن، ولنقطع رأس كل من يؤمن بمحمد ويتبع دين الكلاب. الكلمات التي يرددها الإرهابي الكبير بوتين في الشيشان يقول بالحرف الواحد: إنني سأقضي على الإرهابيين في الشيشان لأحول البقية الباقية منهم إلى المسيحية. ولم يقل إلى الإلحادية أو إلى اللادينية، وإنما قال إلى المسيحية على حد زعمه وتعبيره، ليستعطف العالم الغربي النصراني الصليبي الحاقد. وهكذا أيها الأحبة، يعلن الغرب الآن الحرب على العراق تحت دعاوى كاذبة، وبكل أسف يكاد القلب أن ينخلع لهؤلاء المجرمين الذين يجيدون الكذب والتضليل والخيانة. يردد وزير الدفاع الأمريكي بعدما أخزاه الله عز وجل، وأسأل الله أن يتم خزيه وأنصاره وأعوانه، يردد أن إظهار العراقيين لصور الأسرى على الشاشات إنما هو انتهاك لاتفاقية جنيف. أيها الكاذب المضلل، أنت آخر من يتكلم عن هذه الاتفاقيات الكاذبة المضللة. فهم لا يرفعون هذه الشعارات إلا حينما يحتاجونها، ويسقطونها ويدوسون عليها بالأرجل والأقدام حينما لا يحتاجونها. فهم لا يحتاجون في الفترة الماضية إلى مجلس الأمن ولا إلى هيئة الأمم، فداسوا بالأحذية القذرة على هذه المنظمات وعلى هذه القوانين وعلى هذه الأعراف وعلى هذه الأحلاف. لكنهم الآن يتمسحون في اتفاقية جنيف، يتمسحون الآن في أنه لابد أن تتولى إعادة التعمير هيئة الأمم. هذا هو الغرب يا إخوة. طالما بحت أصوات الدعاء من أصحاب المنهج الصحيح بأن الكفر ملة واحدة، طالما رددنا قول الله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، طالما رددنا قول الله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، طالما رددت الدعاة قول الله جل وعلا ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، من بعد ما تبين لهم الحق، طالما رددنا قول الله جل وعلا ود كثير من أهل الكتاب، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين
أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. هذا كلام ربنا جل وعلا يبين لنا نفسية القوم، بل ويجلي لنا ما يحمله القوم في الصدور من كفر وغل وحقد وحسد على الإسلام والمسلمين. قالوا لنا الغرب خلق صناعة وسياحة ومظاهر تغرينا، لكنه خاو من الإيمان لا يرعى ضعيفا أو يسر حزينا. الغرب مقبرة المبادئ، الغرب مقبرة المبادئ، لم يزل يرمي بسهم المغريات الدين. الغرب مقبرة العدالة، كلما رفعت يد أبدى لها السكينة. الغرب يحمل خنجرا ورصاصة، فعلام يحمل قومنا الزيتون؟ كفر وإسلام، فأن يلتقي هذا بذلك أيها اللاهون. أنا لا ألوم الغرب في تخطيطه، ولكن ألوم المسلم المفتون، وألوم أمتنا التي رحلت على درب الخضوع ترافق التنين، وألوم فينا نخوة لم تنتفض إلا لتضربنا على أيدينا. يا مجلس الأمن، أستغفر الله، يا مجلس الخوف، يا مجلس الخوف المخيف، إلى متى ترضى بسلب حقوقنا منا وتطلبنا ولا تعطينا؟ لعبت بك الدول الكبار، فصرت في ميدانهن اللاعب الميمون. يا مجلسا غدا في جسم عالمنا مرضا خفيا يشبه الطاعون. شكرا شكرا، لقد أبرزت وجه حضارة غربية لبس القناع سنين، لقد أبرزت وجه حضارة غربية لبس القناع سنين. شكرا، لقد نبهت غافل قومنا وجعلت شك الواهمين يقينا، لقد نبهت غافل قومنا وجعلت شك الواهمين يقينا. يا مجلس الأمن، انتظر إسلامنا سيريك ميزان الهدى ويرينا، إن كنت في شك فسل فرعون عن غرق وسل عن خسفه قارونا. لقد سقطت أوراق التوت وتمزقت كل خيوط العنكبوت التي طالما وارى بها النظام الغربي الخائن عوراته المغلظة، وآن للأمة هذه أن تفيق. ما زالت الأمة مع هذه الأزمة ترقص وتغني وتلعب، ما زالت الأمة بعيدة عن الله جل وعلا. وأنا أدين الله سبحانه بأن الأمة لن تحقق النصر على أعدائها بالمظاهرات الصاخبة، ولا بحرق الأعلام، ولا بحرق الماكتات، ولا بالمنشطات الصحفية الساخنة أو الباردة، ولا بهذه المؤتمرات التي نرى فيها على شاشات التلفاز جرذانا تصافح بعضها. لن تعود الأمة لمكانتها بمثل هذا، وإنما حال الأمة كما أقول كحال جحا الذي يصنع ساقية يوما على النهر لتأخذ الماء من النهر ولترد نفس الماء إلى نفس النهر. فتعجب العقلاء، زعموا وقالوا: عجبا لك يا جحا، ماذا تصنع يا رجل؟ تصنع ساقية على النهر لتأخذ الماء من النهر ولترد نفس الماء إلى نفس النهر. فقال جحا: يكفيني نعيرها، يكفيني نعيرها. فالأمة تشرب وما زالت، وتستنكر وما زالت، وهذا لن يغير من الواقع شيئا، بل إن الأمة إذا أرادت أن تعود إلى مكانتها، هذا دوري ودوره، أن تعلم أن للطريق خطوات، أن تعلم أن للطريق خطوات واضحة المعالم لابد أن تسلكها. الخطوة الأولى التي أدين الله بها أن تصحح الأمة عقيدتها. والله لو عاشت الأمة 1000 سنة دون أن تصحح عقيدتها، ودون أن تجدد إيمانها وثقتها واعتصامها وتوكلها ورجاءها في الله سبحانه وتعالى، فلن يتغير الحال. ما زالت الأمة الآن إلى الآن تردد هذه الكلمات الفظيعة التي ذكرت: أين عقيدة الولاء والبراء؟ أين عقيدة التوحيد بشمولها وصفائها وكمالها؟ هل الله مولانا فعلا؟ فعلا لو سأل كل مسلم نفسه الآن من مولاه؟ الله مولى الذين آمنوا، هل هذه حقيقة على أرض الواقع؟ إنها حقيقة قرآنية مطلقة، لكنها حقيقة على أرض الواقع؟ لقد روى البخاري من حديث البراء بن عازب أنه لما انتهت معركة أحد نادى أبو سفيان بأعلى صوته وقال: أفي القوم محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: لا تجيبوه. فكررها أبو سفيان 3 فاطمأن إلى أن النبي قد قتل، فقال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ فكررها 3 والنبي قل: لا تجيبوه. فلما اطمأن إلى أن الصديق والأخر قد قتل قال: أفي القوم ابن الخطاب؟
قال النبي لا تجيبوه، فكررها ثلاث. فلما اطمأن قال أبو سفيان أما هؤلاء فقد قتلوا. فلم يتمالك عمر بن الخطاب نفسه ونادى على أبي سفيان بأعلى صوته وقال كذبت والله يا عدو الله، إن هؤلاء الذين عدت لأحياء كلهم، ولقد بقي لك ما يحزنك، وفي لفظ في الصحيح ما يخزيك، وفي لفظ ما يسوءك. فقال أبو سفيان أعل هبل، ظل يرتجس بهذه الكلمة الخطيرة أعل هبل، هذا يوم انتصر فيه هبل، أعل هبل. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ألا تجيبونه، مع أنه كان من لحظات يقول لا تجيبوه، لأن القضية في المرة الأولى كانت مرتبطة بالأشخاص، ولكنها في هذه المرة مرتبطة بالعقيدة. قال النبي ألا تجيبونه، قال وماذا نقول يا رسول الله، قال قولوا الله أعلى وأجل. أعل هبل، قال قولوا الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي ألا تجيبونه، قال وما نقول يا رسول الله، قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. هل الله مولانا أم أن أمريكا هي مولانا، أم أن هيئة الأمم هي مولانا، أم أن مجلس الأمن هو مولانا، أم أن الاتحاد الأوروبي هو مولانا، أم أن العلمانية القذرة هي مولانا، أم أن المناهج الوضعية التي تصطدم الصدام مباشرا مع عقيدة التوحيد هي مولانا. نريد أن نصحح عقيدة التوحيد. الإسلام يا إخوة عقيدة، يا ريت تحفظوا الكلمات دي، الإسلام عقيدة، دي الخطوة الأولى على الطريق، دي اللبنة الأولى في الصرف. الإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة تنظم هذه الشريعة كل شؤون الحياة، ولا يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم. الإيمان، تجديد الإيمان، تجديد الثقة في الله، تجديد الاعتصام بالله، تجديد الصلة بالله. لذلك أنا أطالب إخواننا وأحبابنا من طلبة العلم أن يتحركوا الآن ليؤصلوا عقيدة التوحيد بصفائها وشمولها في قلوب الناس، في قلوب المسلمين. نريد أن نجتث هذه الهزيمة النفسية وهذا الإرجاف من القلوب، وها نحن نرى، وطالما رددنا أن التضخيم المبالغ فيه من قوة الأعداء أمر خطير، أمر خطير جدا. طالما ضخمنا، أستاذ دكتور في كلية هندسة قول لي يا شيخ ما تعبش نفسك، خلاص ده أمريكا عندها أسلحة أقمار اصطناعية بتصور وبتلقط رقم الفانيلا اللي انت لابسها، إلى هذا الحد من الإرجاف. قلت له إلى هذا، قال نعم، قال نعم. قلت سبحان الله، ما الملقطتش فانيلا أسامة ليه، ولا ما كانش لابس فانيلا؟ شيء عجيب، إرجاف إرجاف إرجاف، حتى تظل الأمة مهزومة نفسيا. وأنا أعتقد أن المهزوم نفسيا مشلول الفكر والحركة، ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. ولم أر في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. ها أنتم رأيتم الأمريكان بما يمتلكونه من أحدث الأسلحة التي لم يشهد التاريخ من قبل، تحولوا إلى مهزلة وإلى مسخرة على هذه الأرض وفي هذه الأيام الماضية، وما زالوا يتعرضون لأشد النكبات على أرض أفغانستان. ولقد مر غشيشانيون أنف الدب الروسي الغبي في التراب. الأمة ليست ضعيفة، لكنها تحتاج فقط إلى أن تعرف الله، إلى أن تعرف الله، إلى أن ترجع إلى الله، إلى أن تجدد إيمانها وثقتها في الله جل وعلا. تصحيح العقيدة، تصحيح العبادة، تصحيح العبادة، خطوة مهمة جدا، تصحيح العبادة. لا سؤال إلا من الله، لا خوف إلا منه، لا رجاء إلا فيه، لا توكل إلا عليه، لا اعتصام إلا به، لا ذبح إلا له، لا نذر إلا له، لا تفوض إلا إليه، لا استغاثة إلا به، لا استعانة إلا به. تصحيح العبادة، فالعبادة تسع الحياة كلها، العبادة تسع الحياة كلها. وعلى الأمة أن تصحح عبادتها وأن تفرد الله عز وجل وحده بالتعبد بإخلاص واتباع وبذل وحب. تحكيم الشريعة، لا أفهم من كتاب لله، من كتاب الله ولا من سنة رسول الله، ولا حتى من السنن الربانية، أن الله جل وعلا سينصر أمة نحت شرعه وخذلت دينه وضيعت كتابه وضيعت شريعة نبيه صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أين أخلاق الإسلام بيننا؟ أين الصدق؟
أين الأمانة؟ أين الوفاء؟ أين الإخلاص؟ أين الرجولة؟ أين العلم؟ أين العمل؟ أين العلم؟ أين العمل؟ قد ترى طالبا من طلاب المسلمين الآن يفخر بأنه أنهى الدراسة في السنة الأولى في كلية كذا بمقبول، وهو سعيد بهذا. خيبة، خيبة كبرى، خيبة كبرى، في الوقت الذي نرى فيه العالم الغربي يصنع ما يقف العقل أمامه مشدوها مذهولا. فأين عقولنا؟ وأين أبناؤنا؟ وأين علماؤنا؟ فلا بد من أن نصحح ما فسد وأعوج من الأخلاق. كلنا شهد الإسلام بلسانه، لكن الإسلام الآن في أمس الحاجة إلى من يشهد له بأخلاقه، بسلوكه، بعمله. ولله ضر ابن السماك إذ يقول، ولله ضر مالك بن دينار إذ يقول: إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما يزل القطر عن الصفا. ولله ضر ابن السماك إذ يقول: كم من مذكر بالله وهو ناس لله، وكم من مخوف من الله وهو جريء على الله، وكم من تال لكتاب الله وهو منسلخ عن آيات الله. نريد أن نشهد للإسلام بعلمنا وأعمالنا، بعلمنا وأخلاقنا، بعلمنا وسلوكنا وأفعالنا. وما أحوج الأمة الآن إلى المسلم الذي يترجم الإسلام بين الناس إلى واقع وسلوك. خامسا، إعداد الجيل الذي يستحق النصر في البيوت. هل ربيت ولدك في ظل هذه الأزمة على عقيدة التوحيد؟ هل جلست في هذه الأيام بين أولادك وأبنائك، وجلست مع امرأتك وأمام مشهد من هذه المشاهد التي تخلع القلب، فأصلت عقيدة الولاء والبراء، وعرفت الأسرة من هم اليهود، من هم الصليبيون، من هم الغربيون، ما حقيقة الغرب؟ أم أننا نقرأ ونسمع ويهز أحدنا كتفيه ويمضي وكأن الأمر لا يعنيه؟ إعداد جيل يستحق النصر. ابدأ، ليس بالضرورة أن تجني أنت الثمار، ليس بالضرورة، فما عليك إلا أن تغرس. ما تقولش لسه هغرس ولسه الثمرة هتنمو ولسه هتثمر ومين اللي يأكل من شغلك. وظيفتك أنت أن تغرس لدين الله وأن تدع النتائج لله سبحانه. روى ابن سعد في الطبقات بسند صححه شيخنا الألباني أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فاستطاع أن يغرسها فليغرس. قامت القيامة، خلاص قامت، لكن اغرس. إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فاستطاع أن يغرسها فليغرسها. هذه وظيفتنا، أن نعمل لله سبحانه وأن نتأدب مع الله وأن ندع النتائج لله جل وعلا. بعد كل ذلك، بعد هذا التأصيل من تصحيح العقيدة والعبادة، تحكيم الشريعة، وتصحيح ما فسد عجل من الأخلاق، وإعداد جيل يستحق النصرة من الله، أقول بعد هذا التأصيل وبعده فقط تكون الأمة مهيئة لأن ترفع راية الجهاد في سبيل الله، في سبيل الله. كثيرة هي الرايات، لكن الراية التي سيمكن الله لها أن تكون الراية في سبيل الله، من قاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله العليا. هذا هو الجهاد، هذا هو الجهاد الذي يستحق من الله سبحانه وتعالى أن ينصر الله أهله. لا نقول ذلك من باب التألي على الله، إنما هو وعد أخذه الله جل وعلا على ذاته سبحانه وتعالى. نعم، تكون الأمة بعد هذا التأصيل مهيئة للجهاد. وأنا أقول: لا عز لهذه الأمة إلا بالجهاد. وأرجو من أحبابنا ألا يخلطوا بين نوعي الجهاد، أنني أرى الآن خلطا بين جهاد الطالب وجهاد الدفع. فالجهاد أيها الأحبة له مراتب وله أنواع. إذا أردت أن تراجع ذلك فارجع إلى المجلد الثالث في كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لإمامنا ابن القيم رحمه الله. ففي أول هذا المجلد ذكر أنواعا للجهاد، وقال وذكر مراتب الجهاد، قال: وللجهاد أربع مراتب: جهاد النفس، وجهاد الشيطان، وجهاد الكفار، وجهاد المنافقين. وذكر ابن القيم لله دره أن جهاد النفس يشكل العقبة الأولى، لكن لا ينبغي أن تحتج علي الآن بهذا الحديث المتواتر على الألسنة، على الألسنة، على ألسنة كثير من الخطباء والدعاة. رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. يقصد أنه جهاد النفس، حديث ضعيف ضعفه شيخنا الألباني وغيره.
لا يصح أن نستشهد به، لكن ليس معنى ذلك أننا نريد أن نقلل من قدر أن يجاهد الإنسان نفسه على طاعة الله، أن يلجمها بلجام التقوى. فمحال أن تنتصر في ساحة القتال وأنت ما انتصرت على نفسك. يعني هل صليت الفجر اليوم؟ هل أقمت الليلة الماضية؟ أصدق بالله عليك، أصدق في إجاباتك على أسئلة هذه. كثير من شبابنا الآن، وأنا لا أقلل من قدر الحماس ولا من قدر الإخلاص عند شبابنا، الجهاد جميل جدا، لكن هل انتصرت على نفسك فانتثلت الأمر واجتنبت النهي ووقفت عند الحد؟ هل صليت الفجر اليوم؟ أسألك بالله، هل كنت في الليلة الماضية من السجد الركوع بين يدي الله جل وعلا تتململ بين يديه كتململ العصفور المبلل بماء المطر، أم أنك قضيت الليل كله نائما؟ هل تركت الحرام؟ هل ربيت ولدك على القرآن والسنة؟ هل جلست مع امرأتك يوما لتعلمها شيئا من كتاب الله؟ هل نظرت في حياتك نظرة شاملة وحكمت عليها حكما منصفا، فأعدت صياغة هذه الحياة برمتها لتكون على منهج الله وعلى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم هل جاهدت الشيطان فعصيت الشيطان وأطعت الرحمن؟ لن تكون مؤهلا لخوض جهاد ضد الكفار أو المنافقين إلا إذا ألجمت نفسك ابتداء بلجام التقوى. فالناس صنفان، صنف جعلته النفس مطية للشهوات، وصنف انتصر على نفسه فجعلها مطية لكل الطاعات والخيرات. ولاحظ أن السابق هنا إلى الطاعة هو السابق هنالك في الآخرة إلى الجنات. قال تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. قال ابن القيم: السابقون في الآخرة إلى الجنات هم السابقون في الدنيا إلى الطاعات، وعلى قدر السبق هنا يكون السبق هناك، وعلى قدر السبق هنا يكون السبق هناك. هل عصيت الشيطان وأطعت الرحمن؟ تكون بعد ذلك مهيئا. أنا سألت طلابي في درس العقيدة يوما بعد محاضرة ساخنة جدا عن الواقع، وسألت الجميع أن يتضرع إلى الله بالدعاء، وأنا لا أقلل من شأن الدعاء ولا من قدر الدعاء، أن يتضرع الجميع بالدعاء إلى الله سبحانه ليرفع الذل عن هذه الأمة وليرد الأمة إليه ردا جميلا ولينجي المستضعفين في فلسطين وفي العراق. وبعد انتهاء المحاضرة بعد الصلاة تعمدت أن أقف أقول: يا أخوانا أستحلفكم بالله، من دعا لإخواننا في فلسطين وفي العراق في السجود في كل ركعة يرفع يده. والله كانت مصيبة، لو نظرت إلى من رفع يده لانقلب إليك بصرك خاسئا وهو حسير. فين الرجال؟ فين اللي دعا وهو ساجد؟ نسي. فقلت: اسمعوا مني هذه العبارة واحفظوها. قلت: أمة تبخل بالدعاء، أمة تبخل بالدعاء، فهل تجود بالمال والدماء؟ ما أيسر التنظير يا إخوة، ما أيسر التنظير، وما أسهل الكلمات الفارغة الجوفاء. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. وبعدها يقول ربنا: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. قضية مش قضية تنظير ولا قضية دعاوة، فما أسهل الدعاوة وما أرخص الكلام. شتان بين إعداد المؤمنين وادعاء المنافقين، شتان بين إعداد المؤمنين للجهاد وادعاء المنافقين أنهم يريدون الجهاد. فلا عز إلا بالجهاد. هذا جهاد، جهاد للنفس، جهاد للشيطان. تصبح الأمة بعد ذلك مهيئة لجهاد الكافرين والمنافقين. لكن هل معنى ذلك إن داهم العدو أرضا من أراضي المسلمين وبلدا من بلاد المسلمين؟ أقول: لا يجوز للمسلمين أن يدفعوا هذا العدو الصائل إلا أن يزكوا الأنفس وأن يربي كل واحد منهم نفسه على القرآن والسنة. هذا كلام لا أقول به عاقل فضلا عن عالم. وهذا ما أود أن أبينه لأحبابنا وطلابنا، أن نفرق بين جهاد الطلب وجهاد الدفع. جهاد الطلب حكم الجمهور عليه أنه فرض كفاية، وجهاد الطلب معناه أن تبتدئ الأمة الكفار في عقر ديارهم. وأظن أن هذا ليس موجودا الآن، لأن الأمة تدفع الجزية كاملة غير منقوصة. جهاد الطلب يحتاج إلى إعداد، يحتاج إلى تربية،
يحتاج إلى تصفية، يحتاج إلى إعداد بكل ما تحمله الكلمة القرآنية من معنى في قوله وأعد لهم ما استطعتم من قوة. فمن السفة أن ترفع الأمة طراءة الجهاد وهي لا تملك أي صورة من صور القوة ولا حتى في الجانب العقدي أو الإيماني. فجهاد الطلب فرض كفاية، أما جهاد الدفع فسترى نفسك فيه أمام إجماع لأهل العلم أنه إذا داهم العدو أرضا من أراضي المسلمين صار الجهاد فرض عين على كل مسلم ومسلمة في هذا البلد الذي داهمه العدو، على الكبير والصغير، على الرجل والمرأة، كل بحسب قدرته واستطاعته. سترى نفسك أمام إجماع لأهل العلم في قضية جهاد الدفع بهذا التأصيل الذي أصل. فلا ينبغي أن نخلط بين جهاد الطلب وبين جهاد الدفع حتى لا تختلط الأوراق، وحتى لا نستشهد بالأدلة في غير مواقعها أو بدون تحقيق المناطات العامة والخاصة التي لا بد منها للربط ربطا صحيحا بين دلالات النصوص القرآنية والنبوية وحركة الواقع. إذ يقول ابن القيم في كتابه الماتع إعلام الموقعين: لا يجوز للعالم أو المفتي أن يفتي في أي مسألة من المسائل إلا بعلمين، الأول فهم الواقع، الثاني فهم الواجب في الواقع. فلا عز بعد هذا التأصيل إلا بالجهاد. وأختم بهذه الأبيات المعبرة للإمام المجاهد العلم عبد الله بن المبارك الذي أرسل بها من ساحة الوغى وميدان البطولة والشرف لأخيه العابد الزاهد التقي الورع الفضيل بن عياض، أرسل إليه بهذه الأبيات من ميدان القتال وهو يقول: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهج السنابك والغبار الأطيب، من كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الكريهة تتعب، ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب، لا يستوي غبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب، هذا كتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بميت لا يكذب. ونثق في الله سبحانه أن الجولة المقبلة لن تكون إلا لدين الله ولدين رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله متم نوره ولو كره الكافرون، وعد الله ووعد الصادق رسول الله. روى مسلم في صحيحه من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سأبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، إلى آخر الحديث. أكتفي بهذا القدر، والله أسأل أن يقر أعيننا جميعا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، وأسأل الله أن ينجي المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي العراق وفي الشيشان وفي كشمير وفي السودان وفي كل مكان، وأسأل الله مرة أخرى أن يبارك العروسين وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.